تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم، ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، وأيضا متواجدين معاكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالتحديد عبر حساب الانستغرام الخاص ب نور دبي، وأيضا حساب هيئة الصحة بدبي DHA_Dubai. يعني في عندنا فعالية اليوم ستقام إن شاء الله للإعلان عن مبادرة تسمى دبي لعلاج السرطان. هذه المبادرة تهدف يعني إلى تأمين نموذج مستدام لعلاج مرضى السرطان وتعزيز موقع دبي كوجهة مفضلة عالميا للاستشفاء من هذا المرض الخبيث. الله يبعد عنا وعنكم كل الأمراض. نحن المبادرة سيتم إطلاقها يعني بعد قليل، فمعانا عبر الهاتف من موقع الحدث يوسف سعد. زميل يوسف سعد، صبحك الله بالخير وخبرنا شو اللي قاعد يصير عندكم. صباح الخير محمود، صباح الخير أعزائي المستمعين والمتابعين لبرنامج صحة وسعادة. محمود، أنا متواجد هنا في أبراج الإمارات حيث تجرى مراسم إطلاق واحدة من المبادرات المهمة بل البالغة الأهمية، لأنها تخص مرض السرطان، هذا المرض المزمن الخطير الذي يهدد إنتاجية العالم بشكل عام. المبادرة باختصار محمود هيئة الصحة بدبي وامتدادا لمظلة ومنظومة التأمين الصحي والضمان الصحي في دبي التي تنفذها، تطلق مبادرة دبي لعلاج السرطان تحت عنوان أو تحت اسم بسمة. وهذه المبادرة باختصار شديد عبارة عن تكفل للتأمين الصحي في دبي بعلاج مرضى السرطان. أصبح أو سيكون مريض السرطان شفى الله الجميع وعافانا مكفول من خلال التأمين الصحي برحلة علاجه، بداية من مرحلة الاكتشاف المبكر للمرض، يعني من خلال التأمين الصحي فتجرى الفحوصات اللازمة لمن يرغب في الكشف المبكر عن السرطان. حالة عافانا الله وعافى الجميع وجود أي دلالات لهذا المرض، بيتولى التأمين الصحي علاج أو رحلة علاج المريض. المبادرة محمود تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم. معروف أن التأمين الصحي أو مظلات الضمان الصحي في مختلف دول العالم بتشمل مجموعة من الأمراض، فيها أمراض مزمنة
بعض الأمراض المزمنة، لكن ليس هناك مظلة تأمينية صحية في العالم بتشمل مرض السرطان على وجه التحديد، وهذا ما يميز مدينة دبي ويعكس الوجه الإنساني والحضاري والتقدمي اللي تعيشه دبي، ويترجم توجهات هيئة الصحة للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة من خلال هذه الباقات التأمينية أو الخدمات الطبية التي يوفرها التأمين الصحي. طيب يوسف، أنا أبغى أخذ يعني شوية تفاصيل أكثر. يعني أول شيء اسم المبادرة جميل جدا، بسمة، هي لرسم البسمة على وجوه المرضى. وطبعا يعني دائما يعني أكبر مشكلة قد تواجه أي مريض يعني هي عدم قدرة على تحمل تكاليف المرض. دائما ما تكون هذه يعني سبب في تفاقم الحالة اللي يعني ممكن تصيب المريض، خاصة إذا كان مرض السرطان عافانا الله وإياكم إن شاء الله وجميع المستمعين، مرض محتاج إلى يعني تأهيل نفسي قوي. فأنت إذا كنت مرتاح نفسي من مرحلة التكاليف العلاج وكذا، فأبغي أعرف شو هي التفاصيل إذا تواجدت عندك معلومات. أنا ما أدري إذا أطلقوا المبادرة لنا الحين ولا نحن بعدنا في الانتظار. لا الحين محمود يعني نحن ماخذين سبق صحفي يعني في الموضوع. بعد قليل ستطلق المبادرة وسيكون متاح على موقع هيئة الصحة دبي تفاصيل المبادرة، تفاصيل الشركات اللي هي تعد شريكة للهيئة في تنفيذ هذه المبادرة من شركات التأمين، مجموعة المؤسسات الصحية المختلفة. ستكون كل معلومة وكل إجابة متوفرة على موقع الهيئة ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وسيكون كمان ضيفك غدا إن شاء الله دكتور خيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة لتوضيح كل التفاصيل المبادرة وكيفية الاستفادة منها بالنسبة للمرضى، كيفية الحصول على الخدمات التي توفرها. وسيكون أيضا مستعد الدكتور خيدر للإجابة عن أي استفسار من الأعزاء المستمعين والمتابعين والمهتمين بهذا المرض على وجه التحديد. التفاصيل كلها محمود سيتم الكشف عنها بعد قليل بمجرد إطلاق المبادرة، لكن المجمل والخلاصة المهمة إن مريض السرطان في ظل الوضع الحالي ليس له تأمين صحي، ليس هناك شركة تأمين صحي بتغطي أو من ضمن تعاقداتها أو اتفاقاتها إنها تغطي المرض السرطان على وجه التحديد، لأن معروف محمود هذا المرض ربنا يعافينا جميعا منه، مرض ممتد، يعني رحلة علاجه بتبقى شقة اقتصاديا، شقة معنويا، شقة نفسيا، شقة بدنيا وصحيا، يعني شقة من جميع وممتدة إلى حد ما. فالتأمين سيتكفل بهذه الرعاية. والميزة في المبادرة إن هي لأن مريض السرطان بيمثل عبء صحي، يعني هناك أعباء كثيرة اقتصادية كمان على مريض السرطان، معنى إن شركة تأمين أو التأمين الصحي يتكفل بالعلاج، إذن أو على الأقل لم يتكبد المريض أو أسرته هذه التكاليف اللي هي العالية اللي احنا المعروفة في علاج هذا المرض. جميل. وبالتالي مسألة التخفيف الاقتصادي تلقي بظلالها أيضا على الروح المعنوية أو المسألة المعنوية للمريض، تساعد إن شاء الله في شفاء المرضى إن شاء الله تعالى. نحن شاكرين لك هذه التغطية يوسف، وإن شاء الله في الغد سوف نلقي الضوء بشكل مكثف على هذا الموضوع المهم جدا. زميل يوسف سعد كان معنا من أبراج الإمارات، شكرا جزيلا لك. إذن يعني هذه المبادرة أعزائي المستمعين مبادرة يعني جميلة جدا، تحمل في طياتها الجانب المشرق لدولة الإمارات العربية المتحدة ولإمارة دبي، جانب المساعدات الخيرية، جانب يعني الاهتمام بحياة الإنسان. ودائما ما تكون مثل هذه المبادرات لها وقع كبير على
المستفيد منها. فبسمة هي لرسم البسمة على وجوه المرضى المحتاجين، يعني مثل ما ذكر الزميل يوسف أن مثل وجود مثل هذه المبادرة سوف يخفف من الأعباء الاقتصادية على عن كاهل المرضى. ولكن كيفية الاستفادة من هذا من هذه المبادرة، الشروط للانتساب لهذه المبادرة، كل هذه الأمور ما نتعرف عليها إن شاء الله في حلقة الغد. بنحاول نستضيف معنا الدكتور حيدر اليوسف يعطينا تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة. عموما بعد الفاصل عندنا مواضيع أخرى شيقة، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. أرقام التواصل معنا أعزائي المستمعين 600-551-414 600-551-414. يطالعني يا أيمن لأن دائما أنسى الرقم، لكن هذا هو الرقم. نتمنى نشوف مشاركاتكم، اللي عنده أي مداخلة حول أي موضوع، خدمة من الخدمات، تطوير، اقتراح. إذا حد منكم كانت عنده مشكلة صادفة بعد يا ليت يتصل فينا، لأن وجود مثل هذه المداخلات تساهم في تعزيز وتحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة في مستشفيات هيئة الصحة وأيضا مراكزها، مراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز التخصصية. يقول عندي شكوى على مكتب خدم أطالبهم بفلوس التأمين يتهربون. وين حق المواطن؟ اسم المكتب قال اسم المكتب. أزاي هذا مو موضوع حلقاتنا، يمكن عند أبو عمر ممكن يفيدك أكثر، ولكن في جهات مختصة ممكن ترفع لهم الشكوى. عموما ما نطلع فاصل، بعد الفاصل ما نتواصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نستقبل آراءكم ملاحظاتكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. المستمع الدائم المليء بالإيجابية علي البقيش يقول صباح الخير والسرور والإيجابية على الجميع، صبحك الله بالنور. وأيضا يعني هنالك بعض المستمعين اللي دائما يكونوا متواجدين معانا عبر البرنامج ودائما ما يبثون روح الإيجابية والطاقة الجميلة هذه على الصباح، فالله يسعدكم ويطول عماركم وإن شاء الله حياتكم دائما تكون مليئة بالإيجابية. عندي دراسة تقول أو خبر بقرأ لكم. رياضي أمريكي يتبرع بدماغه. أعلن لاعب الهوكي الأمريكي بن لويجي عمره 33 سنة عن قراره التبرع بدماغه للبحث العلمي. وقال بن لاعب دوري الهوكي الوطني الأمريكي مدافع فريق نيوجيرسي ديفلز أنه قرر التبرع بدماغه للبحث العلمي المتخصص بدراسة آثار الارتجاجات وإصابات الرأس على أمراض اعتلال الدماغ المزمن. وأشار لاعب الهوكي الأمريكي لأنه قرر التبرع بدماغه لأنه يريد أن يساعد العلم والعلماء بعد أن رأى في حياته الرياضية الكثير من أصدقائه في اللعبة ممن اضطروا إلى ترك حياتهم المهنية بسبب أمراض كثيرة وخطيرة أصابتهم جراء هذه اللعبة، ومع أنهم لم يصابوا بارتجاج في الدماغ أبدا. أضاف لويجي أنه يريد أن يجعل من الهوكي لعبة أكثر أمانا، وقال رياضة الهوكي كانت لطيفة جدا معي وساعدتني على اكتساب أصدقاء كثر وتاحت لي فرصة السفر إلى جميع أنحاء أمريكا وإلى دول كثيرة في العالم وجعلتني أمارس الشيء الذي أحب. يذكر أن غريغ آدمز ويتد وبوب سفيني لاعبو الهوكي السابقين كانوا قد وعدوا أيضا بالتبرع بأدمغتهم للبحوث العلمية، إلا أن بن لويجي هو اللاعب الأول في الدوري الهوكي الأمريكي الوطني الذي أعلن عن تبرعه بدماغه وهو لا يزال يمارس هذه الرياضة. موضوع التبرع بالأعضاء هذا موضوع كبير، لازم نحن نخصص له حلقة
حلقة مفصلة لأن فيها وايد أمور، ولكن ما نذهب إلى موضوع آخر. معانا عبر الهاتف الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتور. صبحك الله بالخير يا محمود. يقول يعني من هنالك تصريح لمعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، قال إن صناعة الدواء حققت طفرات نوعية على مستوى الخليجي خلال العقود الماضية، وأيضا تمكنت من مواكبة المتغيرات العالمية سواء على مستوى البحوث الدوائية أو الإنتاج، وذلك من خلال الشراكات اللي نجحت في تكوينها مع الشركات الرائدة في العالم. أكد معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في احتضان كبرى الشركات والمؤسسات الصناعية في عالم الدواء، وما جعلها طبعا يعني تكون لها أرضية بناء متطورة لهذه الصناعة المهمة. حد من الناس دكتور يقول ان يعني صناعة الأدوية من الصناعات اللي حتى اهم من صناعة الأسلحة وصناعة يعني وتجارة الأسلحة في هذا المجال، لان تدر الكثير من الأموال. مدينة دبي اللهم لك الحمد وفرت العديد من الفرص الاستثمارية ووجدت منصة حيوية لإنتاج وتجارة الدواء والمستحضرات الصيدلانية على مستوى المنطقة. هني دكتور يعني نبغي نتكلم حقيقة عن يعني هذه الصناعة مستقبل أبحاث وصناعة الدواء في ظل انتشار الأمراض السارية وغير السارية والتحديات التي تواجه العالم اليوم من جراء ظهور يعني العديد من الأوبئة الجديدة. صحيح أخي محمود، مثل ما تفضلت طبعا الصناعة الدوائية صناعة مهمة، وطبعا يجب إثبات الشركات في أبحاثها وجودها في المنطقة. بدون أبحاث وبدون اختراعات حديثة وجديدة تخدم المجتمع العالمي سواء في المنطقة أو خارج المنطقة عالميا، طبعا الصناعة الدوائية ما تكون ناجحة. اليوم التوجه العالمي مش تراديشنال ميديسن يعني مي تو اللي هو الشبيه، لا، اليوم التوجه اللي نتناقش يوم الأسبوع اللي فات يوم الخميس كان نقاش مهم جدا، وهو الاختراع الانوفيشن، الأشياء الحديثة الجديدة، وهي طبعا تخدم البشريه، تخدم المجتمع، ما تخدمها بحيث انها مثلا والله تعالج لها يعني اعراض او لا، هي تخدم لتحسين طبعا كواليتي اوف لايف اللي هي جوده الحياه نفسها من حيث انه ايام يكون تم اختراعات مثلا حديثه وانوفيشن جديده في الادويه بحيث انها هي تعالج بمعنى تعالج يعني كيور المرض الديزيز او improve the quality of life، يعني تحسن من جودة الحياة، بس بحيث ان يعني هي مش بس مثلا والله تمد عمر انسان لمدة سنة سنتين لا او 10 سنين، لا، هي تحسن من الحياة نفسها، يعني الانسان يكون يعني قادر على القيام بكل اعماله. فالانوفيشن الحديثة طبعا دولة الامارات تحتضن الشركات هذه وتشجعها على الابحاث وتشجعها على خدمة المجتمع العالمي، هذا الشيء الاول. يعني الشيء الثاني طبعا دار طبعا اشياء كثيرة مثلا الابحاث وانوفيشن واختراعات حديثة، مش مثلا في انه والله انا اجيب شيء معين بس دواء يعني شبيه، لا، اليوم التوجه العلاج الجيني، العلاج مثلا هي طبعا بعيد عن الاعراض الجانبيه، يكون افيكاسي جيد عالي لنتائج ملموسه طبعا، وفي مجالات مختلفه، في مجال السكري، في مجال السرطان، في مجال ضغط الدم، في التصرف الجويحي والى اخره. يعني فالحمد لله نجح الاجتماع والمؤتمر يوم الخميس انه يطلق هذه المبادرات، هذه من ناحيه واحده. من ناحيه ثانية حتى في المجال الخدمي يعني في الصدر حتى اللقاحات والأشياء هذه، فالحمد لله كان ناجح في أول شيء في احتضان شركات كبرى عالمية، طبعا تعرف التوجه، ما هو التوجه الحقيقي في أبحاثه، وأيضا في ما هو التوجه الحقيقي لخدمة المجتمع كافة سواء في الدولة أو عالميا.
والحمد لله الدولة الإمارات احتضنت هذا الحدث العالمي اللي هو يخدم العالم كله ويخدم المنطقة. جميل دكتور، يعني الملتقى السنوي لجمعية أبحاث مصنعي المستحضرات الصيدلانية الخليجية، هذا يقودني يعني إلى أهم التوصيات اللي خرجتم بها، النتائج اللي خرجتم بها في تطوير الصناعة الدوائية والمستحضرات الصيدلانية في دول مجلس التعاون الخليجي. أيوة، هي جذب الأبحاث وجذب يعني نخرج من منطقة اللي هي الأدوية اللي هي جنيسة وندخل في الأدوية اللي هي التكنولوجي بايوتكنولوجي والبيولوجيكالز والأدوية البيولوجية، يعني فنخرج من هذا الجزء إلى جزء أفضل. هذا اللي احنا هدفنا منه في المنطقة، هي يعني نقل الخبرة ونقل المعلومات ونقل الصناعة الدوائية الحقيقية، ليست الجنيسة فقط وإنما الأدوية اللي هي يعني لها دور فعال وأصبحت اليوم مش تراديشنال فقط، وأصبحت منها بيولوجية وأصبحت أدوية تعالج وتشافي. هذه نقل الخبرة هذه إلى المنطقة، وطبعا وبث روح طبعا التصنيع والبحث العلمي الحقيقي في المنطقة إن شاء الله. طيب دكتور، السبيل لوجود مثل هذه أو تحقيق مثل هذه الأهداف، يعني هل منشوف في القريب العاجل إن شاء الله بعض المراكز التخصصية أو مراكز الأبحاث التخصصية في هذا المجال؟ هل تم التوصية بوجود يعني مراكز بحث علمي تسعى من خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التطوير المتواصل في صناعة الأدوية؟ وأيضا دكتور أبغي تقييمك حاليا للوضع الحالي في دولة الإمارات في مجال صناعة الأدوية. احنا هذا اللي نطمح إليه، هذا ما نطمح له احنا، ان احنا ندخل في هذا المجال، مجال البحث العلمي، مجال العالم العالمية في التصنيع الدوائي، ليست فقط ان هي مثلا اشياء بسيطة جدا. هذا الطموح. طبعا بدينا احنا طريق ان شاء الله، واكيد ان شاء الله ننتهي بنجاح. من ناحية البحث العلمي اليوم احنا بعد يعني حطينا وجدنا في بداية الطريق، لكن امامنا يعني طريق طويل وطبعا صعاب لازم ننتهي منها. اللي هي طبعا احنا اليوم ما نتكلم عن مثلا والله انا بسوي بحث في دواء موجود في السوق، لا، انا اليوم لازم ادخل الى الفيس 3 وفيس 2 وادخل في يعني في البحث العلمي، البحث الدوائي والعلمي الحقيقي، يعني اللي هو طبعا من بدايه البحث. فالابحاث احنا ما زال احنا الحمد لله بدينا فيها، بس بعدنا يعني نحتاج الى دخول وتعمق في هذه الابحاث. هذه هي اللي هي اساس التصنيع الدوائي، يبدا التصنيع الدوائي من البحث وينتهي بتصنيع دواء معين، وان شاء الله التوجه السليم و الخطة السليمة داخلها بداية الطريق. إن شاء الله نتطلع أن احنا نشوف هناك مراكز أبحاث طبعا تنافس المراكز الأبحاث العالمية، وهناك إن شاء الله اختراعات في المنطقة إن شاء الله نشوفها في القريب العاجل. أيضا طبعا مشاركة المنطقة في مشاركة العالم كله في هذه الأبحاث، ودخول طبعا الابحاث في هذه المنطقه والدخول الحقيقي يعني والبحث العلمي الحقيقي. هذا شيء واحد. شيء ثاني طبعا نطمح ان يكون هناك مراكز طبعا متخصصه، ايضا نطمح ان يكون هناك في مختبر جوده متكامل عالمي، يعني نتكلم عن مختبر للجوده، وهو هذا المختبر هو اللي يخدم البحث العلمي. فنطمح ان نشوف المنطقه طبعا، ونطمح ان نشوف في الدوله يعني مختبر متكامل يخدم، مو يخدم بس الدولة ولا يخدم المنطقة، بل يخدم العالم في هذا المجال إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. دكتور، بما أن احنا نتحدث عن الفرص المتاحة لتوسيع نطاق الاستثمار في صناعة الدواء في دبي، أبغى أتكلم عن حرص الهيئة في توفير المناخ الاستثماري الأفضل لاستقطاب المزيد من صناع الدواء من جهة، وأيضا حرصها أيضا على الإسهام بقوة في تطوير البحوث الدوائية، فما هي الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي في هذا المجال؟ طبعا الحمد لله الهيئة تتبنى كل أدوية حديثة وتقييمها. احنا نحتضن كل الأدوية،
تم يعني النقاش فيها. نحضن كل الأدوية في التي تجي في الدولة نحضنها ونشجع التصنيع ونشجع على إدخال الأدوية الحالية. لكن الهيئة طبعا هي بعد هي سلكتيف يعني انتقائية في أفضل أنواع الأدوية وتحضن أدوية أفضل من هذه الأدوية طبعا ما تتأخر في إدخالها في قائمة الأدوية اللي هي في الهيئة. هذا الشيء الأول. يعني الشيء الثاني الهيئة فيها لجنة أبحاث تشجع والحمد لله متجهين نفس التوجه طبعا العالمي والحكومي أن احنا نتوجه أن لتشجيع الأبحاث العلمية وتطوير طبعا وتثقيف أطبائنا وموظفينا بهذه طبعا بالبحث العلمي أيضا نشر روح يعني البحث العلمي والتنافسية العالمية بين الموظفين بحيث أن يكون وتشجيعهم بحيث أن يدخلون في هذا المجال ويدخلون في مجال البحث العلمي لأن هذا البحث هو يعني هو اللي يدخلهم طبعا يطور الناحية العلمية بالإضافة أنه يطور يعني الثقة بالنفس ورضا الموظفين وأيضا هناك في طبعا نتائج تكون إيجابية تعرف على يعني أشياء أكثر أدوية أكثر ودخولهم نفس الشيء في مجال البحث يخليهم على ثقة باستخدام الأدوية المعينة ليستخدمها في المستقبل. جميل دكتور نحن نتمنى لكم التوفيق الدائم. أدري يعني قبل لا أختم إذا نسيت أنا أتطرق لمحور معين فبترك الكلمة الأخيرة لك قبل لا نطلع الفاصل. تفضل دكتور. البحث العلمي دائما طبعا يكون له توجهات معينة يعني مثلا تتكلم عن مثلا والله أنا أتكلم في بحث في السرطان أبحاث أدوية جديدة جزء واحد في مثلا مجال السكري أبحاث وعلوم جديدة في مثلا في طبعا ضغط الدم وفي مثلا التصلب الدويحي وإلى آخر والأمراض الروماتيزمية وهذا فهناك أبحاث يعني كل بحث طبعا دور معين وإن شاء الله إن شاء الله الهيئة متوجهة بتخصصات مختلفة وإن شاء الله تكون ناجحة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي شاكرين لك هذه المداخلة. نتمنى تكون معنا في الاستوديو بس قريبك مشغول وعندك مؤتمرات وكذا لكن إن شاء الله تكون لنا يعني لقاءات قادمة. شكرا جزيلا لك دكتور. إذا مستمعينا أهمية البحث العلمي في مختلف المجالات هي يعني مسألة ضرورية جدا يجب النظر إليها بشكل مكثف خاصة مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضرورة يعني تفعيل التطوير والابتكار في جميع المجالات فالبحث العلمي هو الأساس لعملية الاختراعات والابتكارات التي نسعى من خلالها مثل ما قال الدكتور علي السيد يعني ذكر مسألة وايد مهمة أن تكون هذه المراكز ليس فقط لخدمة منطقة الخليج العربي أو المنطقة العربية بل تكون موجهة للعالم ككل فهي رسالة للإنسانية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة إن شاء الله نصل إلى مراحل متقدمة من البحث العلمي والابتكارات والاختراعات في مختلف المجالات وبما أننا نتحدث عن الصناعات الدوائية فهي يعني من المجالات المهمة جدا أن الواحد يستثمر فيها بشكل كبير فإن شاء الله يا رب تكون دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا شيء مو بصعب ولا بعيد لأن اللهم لك الحمد نحن تعودنا أن ليس هنالك مستحيل أبدا فما نكون إن شاء الله ليش ما نكون يعني من أوائل الدول في هذا المجال عندنا كل الإمكانيات عندنا العقول عندنا القيادة التي تؤمن في أبناء هذا الوطن الغالي فأعتقد لا مستحيل أبدا في دولة الإمارات. فاصل بعد الفاصل ما تواصل. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600-551-414 وعن طريق الرسائل النصية على 4006. مستمعينا يحتل موضوع جراحات السمنة اهتماما واسعا من قبل المؤسسات الصحية العالمية وكبرى المراكز البحثية وخبراء وأطباء التغذية جراحات التجميل والسمنة في الوقت اللي يعني بصراحة تواجه
يعني أو يواجه هذا النوع من الجراحات مجموعة من التحديات المستقبلية، وأيضا مجموعة من المفاهيم الخاطئة حول هذه الجراحات. عموما موضوع في وايد محاور ما اتطرق لها مع الدكتور علي خماس استشاري جراحة الجمنة في مستشفى استراحة السمنة في مستشفى راشد في هيئة الصحة في دبي. الحين قبل لا اسولف وياك دكتور قمت تخربط بي. انا ما خربطت. لا المفروض تكون في الاستوديو لكن عاذرينك نحن لان الطريق زحمه انت جاينا من مسافه بعيده. بس عموما دكتور يعني خلال الايام السابقه كان عندكم مؤتمر عن 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 السمنه. ابغي بس نتكلم بعجاله عن هذا المؤتمر واهم ما تم تداوله في هذا المجال. أول شيء أشكر إذاعتكم وأشكر شخصيا اهتمامك. هذا كان المؤتمر الخامس للجمعية الخليجية لجراحة السمنة، استضافت مدينة دبي للمرة الثانية، استضافنا المرة الأولانية في 2014. المؤتمر كان صراحة ناجح بكل المقاييس. التنظيم كان على جمعية الإمارات لجراحة السمنة. تقريبا كان في 70 محاضرة، 13 سيشن، ثلاث كورسات عملنا قبل المؤتمر تدريبية، وكان في ضيوف من جميع أنحاء العالم، ما نقدر نقول جميع أنحاء العالم بس يعني ضيوف من جراحين مختلف من مختلف المشاهير على مستوى العالم. ممتاز. طيب دكتور يعني أهم الموضوعات اللي تناولتوها في مؤتمر جراحات السمنة، مؤتمر السمنة الخليجية اللي ذكرتها، هذا شو أهم المواضيع اللي تم طرحها من خلال تواجد هذه المجموعة أو النخبة من مشاهير الجراحات العالمية؟ المواضيع اللي انطرحت خلال المؤتمر هي أول شيء التقنيات الحديثة لتخفيض الوزن سواء كانت بجراحة أو بدون جراحة. ناقشنا مواضيع المضاعفات جراحة السمنة ومشكلة زيادة الوزن بعد جراحة السمنة. ناقشت كذلك أوراق بحثية تتكلم عن التقنيات اللي بالمنظار الفموي اللي منها البالون أو ما بالون والأمور هذه. كيفية نشر بحث، بعد عملنا كورس عن كيفية نشر بحث. يعني هذه أغلب المواضيع اللي تداولتها، التحديات اللي احنا نواجهها داخل منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بالنسبة لشركات التأمين، التحديات اللي تواجهها الدول بالنسبة للسمنة. يعني هذه أغلب المحاور اللي نوقشت خلال المؤتمر. طيب الحين أنا بستلم هذا المحور من مضاعفات جراحة السمنة، دكتور شو اللي تم طرحه من خلال يعني هذا الموضوع، وأيضا شو هي المضاعفات اللي قد تحصل للمريض اللي يعني يسوي مثل هذه العملية؟ في طبعا في عندك احنا شيء يسميه المضاعفات الآنية، زين، وفي عندك المضاعفات اللي تحصل طويلة المدى. المضاعفات الآنية اللي هي خلال أول 30 يوم هذه تكون نتيجة العملية نفسها، مثل الالتهاب الصدر، مثل جلطة وريد الرئة، ممكن يصير سوري شريان الرئة، التسريب، تخفف في وريد الرجل. يعني هذه أغلب المضاعفات اللي تحصل اللي في أول 30 يوم. مضاعفات طويلة المدى اللي هي تكون ناتجة عن سوء تغذية لأي سبب من الأسباب، السبب عدم التزام المريض بالوجبات المكملة، بسبب مثلاً إنه يكون صار التهاب في العملية أو تضيق في الوصلة أو تضيق في عملية التكميم. يعني في عدة أمور كثيرة ممكن تحصل بعد العملية، بس هي نادر، يعني تحصل عند 5-6% من المرضى. يعني عندك 94-95% من المرضى ما يعانون من أي من هالمضاعفات، لا الآنية ولا طويلة المدى. جميل. في أسئلة بعد تخص التغذية، اللحوم والشحوم الطبيعية لا تضر الجسم ولا تسبب سمنة مفرطة، هل هذه المعلومة صحيحة؟ يعني دكتور علي خماس ومو أخصائي تغذية بس ما أدري عندك معلومة عن هذا الموضوع دكتور؟
والله أنا أعتقد أن هاي المعلومة صحيحة. هذه المعلومة كانت غير صحيحة قبل، كان يقولك لا تأكل شحم ولا تأكل مدرشو والدون. أصبح اليوم نحن نعرف أن هي الكربوهيدرات والسكريات هي السبب الرئيسي للسمنة، مش سمن البلاد اللي تحطها على السحنان. ذكرتني دكتور، تدري بش هو ذكرتني بهيئة المريضة اللي رفعت على طبيبها قضية، انه قال سارت له على اساس انه تبغي تضعف، فقال خيطي حلجت، فرفعت عليه قضية. يمكن زين يمزح معاها كان يا حليلة. يلا مو مشكلة، انا اول شيء خفت انك انت تبغي الصدق. لا ما عليك، انا التزم بالمبادئ العامة للتعامل مع المرضى. السؤال وياك دكتور. طيب في شق ثاني دكتور، انت تتحدث عن زيادة الوزن بعد جراحة السمنة. لاحظنا، وانا عندي بعد صادفت اكثر من حالة، يعني سووا الجراحة نزل وزنهم بشكل كبير وبعدين رجع وزنهم يزيد. ايه هذا طبعا هاي اشكال كبيرة، اشكال علمي كبير. محمود شوف، السمنة هي مرض مزمن، حال السكري والضغط، وهي مرض مزمن. يعني حتى نحن نقول للمرضى انت يوم تكون ضعيف اصلا انت سمين، لان السمنه تحاول ترد، الجسم يحس نفسه مو طبيعي لما يضعف. تعود الجسم على هالكميه من الوزن او من الشحوم او من وتذا في سوري انا اسف ان السياره تخبلت ما ادري شو يابش. انزين اللي في مقال جميل جدا في الواشنطن بوست، تعرف برنامج اللي يسمونه The Biggest Loser، الخاسر الأكبر. 16 سيزن كان في أمريكا و16 فائز فيه، في واحد تبعهم ال16 كلهم، هذا اللي خسروا أوزانهم بالرياضة وبالمش عارف وبالدايت وبهذا كلهم رجع وزنهم ما عدا واحد. ففي إشكال اليوم في ان احنا اليوم وصلنا تقنيا وعلميا لكيفية تنزيل الوزن، لكن علميا مش معروف كيفية تثبيت الوزن. يعني الانسان اللي كان سمين لما ينزل كيف نقدر نخليه يثبت يرجع مرة ثانية؟ في عدة اسباب طبعا للرجوع. في اسباب متعلقة بالعملية، اسباب متعلقة بالمريض، وفي اسباب مجهولة. فيعني لأن اليوم نحن ما وصلنا للعلاج المثالي، بس هذا هو العلاج المتأنجح، علاج للسمنة حاليا هو الجراحة، هذا الأنجح دكتور. يعني هذا يعني تعرف يفتح المجال حق الأسئلة، يعني اللي تخص أن عملية الجراحة هذه هي عملية جراحية وليست عملية تجميلية. المفهوم السائد عند الناس أن هذه يعني أي حد يبغي يسوي بسوي هاي العملية أبغي أضعف، ليش تبغي تضعف؟ عملية تجميل. هي شوف ترى رغبة المريض هي الشكل، لكن حقيقة السمنة هي مرض. يعني حتى المنظمة الصحة العالمية عرفتها مرض من زمان، خصة يعني اللي هو معدل لما يتجاوز معدل كتلة الجسم 35 فهذا يعتبر مرض. فالجراحة تعالج مرض ما تعالج الشكل، لأن الشكل أصلا يستوي أسوأ عقب، يصير ترهلات ويصير مدري شو، يحتاجون عمليات تجميل. فيعني هو كشكل لا، واحنا ما نسوي العملية لتنزيل الوزن لأجل الوزن فقط، وإنما نحن نعرف أن ارتباط زيادة الوزن هو مرتبط بأكثر عن شيء 40 مرض. وبالتالي اعتبرت منظمة الصحة العالمية زيادة مش زيادة الوزن، السمنة المفرطة مرض من الأمراض اللي تجب مكافحتها. طيب دكتور، يعني هني أبغي أتوجه إلى الإمكانيات اللي موجودة في هيئة الصحة بدبي ومستشفى راشد ومستشفى دبي على وجه يعني التخصيص، فنبغي نتكلم عن يعني هذه العمليات اللي تتواجد والخدمات اللي موجودة في مستشفى راشد. شوف مستشفى راشد بدينا نحن جراحات السمنة في يعني بقوة ببرنامج واضح في 2009. مستشفى دبي أظني بدأوا في 2012 أظن. فالحمد لله نحن نسوي تقريبا في كل سنة تقريبا حدود 350 عملية. إحصائيات مستشفى دبي ما تتوفر لدي، بس أنا أظني بيكون أعدادهم قريبة منه، يعني بتكون تقريبا حدود 300 عملية. إن شاء الله عدد كبير دكتور. العدد كبير.
هي العدد كبير، بس لما تعرف ان 30% من سكان الامارات عندهم سمنه بيطلع العدد قليل جدا. نحن في الامارات نسوي 6000، في 2016 اشتغلنا 6300 عمليه في القطاع الخاص والقطاع الحكومي ان شاء الله. ايه فبالنسبه نرجع لسؤالك اللي هو امكانيات، نحن اليوم في مستشفى راشد نعتبر مركز متخصص مش في جراحة السمنة، وإنما حتى في العمليات التصحيحية اللي هي أعقد، اللي هي عمليات تصحيحية بالنسبة للمضاعفات، عمليات تصحيحية للناس اللي صار عندهم زيادة وزن، عمليات تصحيحية لتغيير المسار بعدة أنواعه. فنحن اليوم يعني ارتقينا وايد، نحن في عملية من العمليات اللي هي عملية تحويل المسار المصغر، نعتبر من أهم المراكز في الشرق الأوسط. إحنا بادين من زمان في هاي العملية اللي صارت مور أند مور بوبيلر، إن شاء الله تصل لها شعبية أكثر ونتائجها جدا جدا جيدة. ممتاز. طيب دكتور، يعني بشكل عام مستقبل جراحات السمنة والتحديات اللي تواجه هذا النوع من الجراحات، شو ممكن نقول عنه؟ شوف، أهم تحدي يواجه جراحة السمنة اليوم هو الأعداد المتزايدة، يعني أعداد الناس اللي تحتاج جراحة سمنة كبيرة، وهذا يشكل عبء على القطاع الصحي، يشكل عبء على الحكومة بعد. هذا أول شيء. التحدي الثاني هو اللي مسألة رجوع الوزن، هذه مثلا في عمليات التكميم خلال 5 سنوات تقريبا 20% من المرضى يبدأ وزنهم يرجع لدرجة أنهم يحتاجون عملية ثانية. في عمليات تحويل المسار يمكن الموضوع شوي أقل، بس لو تتابع عمليات تحويل المسار ل10 سنين ينزل قدام، بتشوف أنه تقريبا 15% منهم يحتاجوا عمليات تصحيحية ثانية. صحيح. فأنت إذا حسبت أن اليوم نحن مثلا نسوي في الإمارات قول 6000 عملية، اليوم عقب 10 سنين 1000 من هذيلة راح يحتاجون عملية ثانية، واحسب. فأتمنى الحين الطب طبعا يدرسون الهرمونات الجينات المؤثرة في السمنة، فإذا طلع علاج جيني أو علاج هرموني صح أن الشباب بيخسرون بيزات بس بتتعالج السمنة ان شاء الله يا رب. لا بالعكس، ان شاء الله، ليش لا، بتطلع امراض ثانيه. انا اريح، انا اريح من للمريض واريح للقطاع الصحي انه يكون في دواء وفي جرعه وفي علاج يعالج حقيقه السمنه. دكتور الحين يعني حتى اليوم الصبح حد من طرش اللي الاكونت طبيبه او ما ادري شو اخصائيه تغذيه وهذا، وبعثت لي منتجات وما ادري كذا، سويت له دعايه على الانستغرام. سوق كبير، انت حسب 30% من السكان يعانون، سوق كبير هذا. واللي ما يعاني يخاف. يخاف انه يسمن. صح. انزين. طيب الحين بعيد عن العمليات، بعيد عن كل شيء دكتور، كلمة أخيرة تبغي توجهها. انزين. وفي والله مجموعة أسئلة أنا طوفتها ما سألتها، تبغي الصدق. في سؤال كان يتكلم عن الوجبات السريعة والزيوت المهدرجة، ما هي أضرارها؟ وفي حد كان يتكلم عن السمنة، هل لها تأثير على نفسية المريض؟ والله على نفسية المريض، على نفسية ريلها، على نفسية زوجة، نفسيات كثيرة تتأثر بالسمنة دكتور. حتى انت اصلا لو لاحظت في الفاصل كوك الوطنية يقول لك شاركنا عذرك لعدم الادخار. متزوج. كلمة أخيرة دكتور تبغي توجهها؟ أول شيء الكلمة الأخيرة، أفضل طريقة لمكافحة السمنة مكافحتها عند الأطفال، لأن يجب يعني العوائل تتحمل مسؤولية كبيرة في غذاء أطفالها، الغذاء العالي في كربوهيدرات السكريات، أنك تترك طفل يتصل للكافتيريا ويطلب اللي يباه، هذا غير مقبول. مش معقول أن أنا أسمح لطفلي كل يوم يأكل من برا أو يخربط في الأكل. يعني ممكن أنت تسمح له في الأسبوع مرة مو مشكلة، بس إنه كل يوم هالجانك فود، هذا وباء. صح. ما تعرف، لأن عقب هذا كله هم هذي اللي راح يصيرون مرضى وراح يصيرون سكر وضغط وعبء على مجتمعهم وعبء على القطاع الصحي. صحيح. عموما الله يعين الأطفال
ويعيننا على أولياء الأمور اللي تاركين أطفالهم بهذا الشكل. المشكلة تعرف شو الدكتور؟ أنا ما يأكل وحليلة ما يأكل. ومن ناكشي تحصل وحليلة يعني. قلت لي عيال ما يروم يدخر ها؟ هي يقول شاركنا عذرك في عدم الادخار. الإعلان مالت رمسكوك الوطني في الدوة في الفاصل الإعلاني مالكم. ايه فالعذر مزوج. شي طبيعي بعذر دكتور نحن شاكرين لك يعني وقتك وإن شاء الله بتكون لنا لقاءات قادمة إن شاء الله. شكرا بإذن الله بإذن الله حياك الله الله يحفظك. الله يحفظك دكتور. شكرا. كان معنا عبر الهاتف دكتور علي خماس. دكتور علي خماس طبعا هو أخصائي واستشاري جراحة السمنة في مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي. تحدثنا عن العديد من النقاط المهمة في هذا المجال وأيضا ضمن المؤتمر اللي تم إنشاءه من خلال جمعيتي جراحة السمنة الخليجية والإماراتية. فوصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا اليوم. مطاعم الوجبات السريعة كلها مزدحمة بالأطفال والحين بعد عندهم توصيل البيوت. هي والله صادق الأطفال الحين صار أكلهم الغالب مبصحي. صح كلامك يا علي. هل السمنة لها تأثير على نفسية المريض؟ قلنا تأثيراتها كثيرة ليس على نفسية المريض فقط وإنما حتى على اللي حواليه. عموما في ختام هذه الحلقة أنا أتوجه بالشكر الجزيل حق أحمد سلامة كان معنا في التنسيق اليوم. وشكرا لك بنوح أيمن سرحيل. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع القادمة ونتكلم إن شاء الله باكر عن موضوع مهم. منحاول نستضيف معنا الدكتور علي السيد لكي نتحدث أكثر عن مبادرة بسمة لعلاج مرضى السرطان. في الختام هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي ونقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.